الدماء. جمهور الكريم، كل متتبعين هذا الحدث العظيم اللي هو 18 مارس الموافق ل 2021 من مدينة فيقيق، المقاومة والصامدة أمام الطغيان والاستفزاز الجزائري لأراضي العرجة، لأنها أراضي مغربية فيقيقية 100%. نحن هنا بمدينة فيجيج لتواصل مسلسل الحراك بمدينة فيقيق. هنا مسيرة سلمية ودبلوماسية وسليمة من كل وناجحة بكل المقاييس. نتمنى من المشاهدين الكرام الالتزام والموافقة على كل المسيرة حتى لإنجاحها إن شاء الله بإذن الله. والله المعين. عاش الملك، الله الوطن، الملك إن شاء الله. الحجرة الأجنوية، الحجرة الأجنوية، الحجرة الأجنوية، كمواطن مغربي ان اليوم عندنا الثقه الكامله في السياسه الرشيده ديال ملك البلاد، انه ابدا لن يتنازل عن شبر من هذه البلاد. اليوم الجزائر تعدت حدودها، المغرب اليوم ليس مغرب الامس. عندنا اليوم كمناضلين مغاربه الثقه الكامله في ملك البلاد ان هذه الارض سيتم استرجاعها من هذا الجيران ديال الاسف الشديد، الجيران ديال للاسف الشديد اللي عاملهم المغرب يعني بطريقه تاريخيه اكدت بانه عاملهم تاخي. فاليوم كنقولوا لكل الحاضرين انكم شرف لا في الرسائل ولا في الطريقه التنظيميه ديالكم، وان شاء الله باذن الله احنا معاكم. والحضور الاعلامي اللي كنشوف راه تبارك الله كذلك كيبين على ان هذه الوقفه هذه هي وقفه في المستوى الكبير. تحيه خاصه مني ساكنه فيقيق. أرض هي أرض مغربية وهي أرض هاد الناس هادو قبل ما الجزائر تشد الاستقلال ديالها. نتمنى من الجنرالات الجزائريين أنهم يفهموا أن هاد الأراضي هاد الأرض هادي راها فقط مكتسبة وهي فقط قضية وقت. تحية كبيرة لولاد الشعب. كيف بدا سيدي؟ راه تيردويه تيردويه. السلام عليكم الإخوان الكرام، الإخوان المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن. هي قضايا وطنية مغربية محضة قبل ما تكون قضية فيقيقية لسكان مدينة فيجيج بمنطقة العرجة. أنه هذه التظاهرة السلمية إنما هو مسلسل للحراك الذي كان من 8 مارس إلى يومنا هذا اللي هو 18 مارس. 18 مارس هو يوم حداد لكل الفيقيقيين، هو يوم الاستفزاز بالدرجة ألف من طرف العساكر الجزائريين لمنطقة العرجة، اللي هي منطقة فيقيقية مغربية 100% لتوفرنا على الوثائق التي هي أكثر من 80 سنة، وهناك أوراق أخرى اللي هي أكثر من 100 سنة، وهي أوراق ثبوتية للملكية الخاصة لأصحاب الضيعات المتضررين من هذا التصرف التعسفي والاستفزازي من طرف العساكر الجزائريين. وإنما معاهدة واتفاقية 1972 بإفران بين الراحلين رحمهم الله رئيس الجزائر مدين والمالك الراحل الحسن الثاني، كانت المخرجات أنه بمنطقة العرجة ترسيم الحدود سيكون على رؤوس قمم الجبال وراء الكثبان الرملية بالمحاذاة مع الواد غير المسمى. وإنما المنطقة المنكوبة والتي تم اغتصابها من طرف الجارة الجزائر هي منطقة واد العرجة، وهذا بعيد كل بعد عن المنطقة التي هي تمثل الحدود هو الواد غير المسمى. وإنما نحن نتواجد ومستثمرين في منطقة واد العرجة، وهذا نوع من التعبير من ساكنة فيجيج المثقفين المناضلين المقاومين، وهي حشد غفير من طرف ساكنة مثقفة لأنها ستقوم بمظاهرة سلمية تحت شعار الله الوطن الملك وتحت شعار سيادة صاحب رئيس أركان القوات المسلحة الملكية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وتحية نضالية لكل الغيورين على هذا الوطن الشريف اللي هو المغرب. تحية نضالية لكل المغاربة داخل وخارج الوطن. تحية نضالية لكل الغيورين على هذه البلدة في كل فيجيج.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.